نحتاج كيلو كبدة دجاج، 3 حبات بصل مقطع جوانح، سنين توم، حبة فلفل رومي مقطع، قرن فلفل حار، ملح وفلفل، بهارات مشكلة، معلقة دبس رمان. اوكي، طاجن الكبدة مع دبس الرمان. لا يعني انه قديه زاكي الكبده مع دبس الرمان وطاجن وهيك، فروعه وفلفل حار. خلصنا منها، خلينا نقيمها. اوكي قولي لنا ايش رح نبلش. انا بحب مع الكبده نحط زيت زيتون. انا بحب قديه انت بتحبي زيت الزيتون، كيف نطبخ فيه، لانه كثير جد بعطي طعمه غير. هلا شوفي، انا قلت لك قبل هاي المره انه في كثير ناس بتقول لي شو غريب انه طعمه كثير بيعطي مرار، في ناس بيقولوا ما بنحبه وكذا. لا انا هلا انا ما بطبخه بس عشان كمان طعمه طيب، انا بطبخه عشان هو هيلثي اكثر. صح، مفيد. من زيت الذره او شو ما كان نوع الزيت اللي عم بيستخدموه. فبفضل اني احط زيت زيتون. زيت زيتون عشان هيك بحط رشاقتي بتصيرني دائما فيك بلا تقول لي شو عامله. طيب انا رح احط البصل. اوكي، وبدي اقليه لانه فكره الطواجن ما بتاخذ وقت بالفرن. صح، فدائما بنحاول نستوي الاشياء قبل ما يفوت الفرن اختصارا للوقت وما بياخذ كثير، يعني بدك الشيء ما يزيد عن نص ساعه، يعني مثلا طاجن الكبده يا دوب 10 دقائق. صح، الباذنجان بده 20 دقيقه، عرفتي كيف؟ مزبوط. فبحاول استوي كل شيء قبل بوقت، رح اتركه لحتى يستوي يتبع منيح. طب اوكي، هي تدبل البصل، وهلا شو بدنا نزيد؟ التومه، الثوم. انا خليتهم زي شرائح ما قطعتهم ناعم. اوكي، قلبهم شوي. شوفي اليوم اللي مو عارف شو بده يطبخ طاجن كبده. صح، اسهل شيء، اسرع شيء. بدي اقول لهم انا هلا سن على الكبده قبل ما احطها. اوكي، اهم شيء تقولي لنا كيف نظفتي الكبده عشان الزنخه. بالضبط، هلا سالتني في امتياز لون الكبده حلو، ما فيها شوائب ما فيها شيء قبل ما نبلش تصوير. فانا في اول شيء بقطعها بالحجم اللي بدي اياه. اوكي، بعدين بغلي مي، بحط فيها مثلا ورق غار، شوي هيل، وشوي يعني المطيبات اللي بدي اياها، شوي بصل، بسقط فيها الكبده بس ما بخليها اكثر من دقيقتين 3 دقائق، تاخذ غلوه مع المطيبات وتطلع كل الزنخه، لانه الكبد شوي زنخه عن الدجاج واللحمه، فبفضل انه اودي هاي الزنخه بالمي. مزبوط. وبروح بكب المي تبعتها، بعدين برجع شو بعمل، باخذها وبستخدمها وين ما بدي. اوكي، اذا هاي طريقه حلوه عشان تطلع الزنخه، لانه الكبده حساسه كثير. يعني طلع هلا لو بنقدر نورجيهم كيف منظر الكبده. لونها مبين انه لونها نظيفه. اوكي، عشان بالعاده الناس الكبده سواء كان كبده الخروف كبده الدجاج في بياخذوها وعلى طول بيحطوها فوق مثلا البصل او الثوم او فوق ايش بدهم يعملوه، بس اذا ما بدهم يغلوها في طريقه ثانيه بيقدروا انهم يقلوها بالزيت شوي لتروح تنزل زنختها بالزيت، بعدين بنبلش نحط البصل فليفله اللي بدهم اياه. اوكي، انا بتعرفي ايش بحط لها لما بدي اعمل كبده؟ بحط لها خل عشان الزنخة. برضو فكرة لطيفة، بس جربي هاي وبتضلها ماسكة حالها، يعني طلعي كيف انه منظرها بضل حلو. ما بتشك. اوكي تمام، انا بس بدي اقلبهم شوي هيك مع البصل. هاي الوصفة رائعة. بعدين بدي احط الفلفل الاخضر، الاخضر الحلو هذا. اوكي، بيقدروا يستخدموا الوان اذا من الناس اللي بيحبوا انه فلفل رومي الوان، وهاي شوي بحبها حرة أنا. حطيهم كلهم. لا عشان الشباب ما يأكلوا أنا بس. طيب من قبل ما نبلش هي تقول لي هاد لقلي الطاجن ما بنحب يدوق منه. حطيهم. أنت بتحبي الأشياء الحرة؟ كثير. أوكي. طب اسمعي هلا بحطهم وما حدا بيحصل. نغطي شوي الحرارة. شوفي انا ما حطيت ملح ولا فلفل ولا شيء، ما بدي اغير لون الكبده، بدي احطهم بالاخر. صح. اوكي،
هدول الاشياء الشغلات السهله اللي زي مثلا حطي ملح من البدايه ابصر شو. كنت زمان افكر انه بس يحكوها شفات واقعد اتعلم انه ليه هالقد بيعجوا الدنيا خلص حطي كل شيء مع بعض حطي. بس بعدين لما بلشت ادرس اتعلم الملح ايام بيخلي سوى الاشياء يتاخر. صح مزبوط. اللحوم وحده منها مزبوط. البهارات بتخلي الوان اللحوم تتغير. صح عرفتي يعني ما تحطي البهار مشكل او الفلفل او شو مكان نوع البهار بدهم اياه بغير لون اللحمه. مظبوط تمام. انا هيك بالنسبه لي اموري كويسه. بدي احط ما رح احط بصل رمان هلا بس رح احط بهارات مشكله. اوكي الكبده بتحب البهارات تاخذ نكهه منيحه من البهارات فما تقلقوا كثروا. هاي فلفل اسود هيك تتكلف فلفل اسود. اوكي بدي معلقه ملح هن يحطوهم هدول حسب هن ايش بحبوا. طب هلا دبس الرمان رح تخليه للاخر ولا معه برضه؟ للاخر للاخر بس قبل ما احطه بالطاجن ب يعني دقيقه. اوكي اوكي هيك بس بدي اياهم يتقلبوا شوي مع بعض قبل ما احطهم. اوكي وبعدين نحطهم بالطاجن صح؟ بالضبط. انا امي بتعمل اسكى كبده من من اسكى كبده كبدتك بتحط فيها فطر مشرومز و ايش بتحط فيها بس اظن وبطاطا. وصفه ما بعرفها زاكية العاد في بيني وبينها تليفون. انا كثير بس وصفات تعجبني بحب اخذها. يعني ما بحب انه اقول انه انا توقفت عن التعليم او الانسان وصل لمرحله ما ياخذ وصفات جديده وافكار جديده. مزبوط بضل الواحد يتعلم. بالضبط والطبخ كثير كثير افقه طويله وبعيده انه الواحد يتعلم اشياء جديده. طيب رح اخليهم هيك 5 دقائق. اوكي بعدين بالاخر بضيف دبس الرمان وبقدمها تمام. هلا احنا خلينا نشوف الطاجن اللي قبله شو صار فيه. اوكي رح فخم. شو فخم يعني شو في ما اخذ وقت ما اخذ تحضير كثير. ما بقول لك حبيت الوصفات سهلين وطريقه تقديمهم بالفخار كثير حلو. فاذا عندكم ضيوف واكيد زاكين لانه مين ما بحب الطاجن. خلينا نورجيهم. شوفي بعدين انا ما حطيت غير صلصه البندوره بس لما تلاحظي بتلاقي انه طلعي هو لحاله تسبك صوص نزل الميه تبعته صار منظره ألطف واحلى وكل المكونات تشربت بالصوص الحمراء الصلصه الحمراء. ايش بدنا نزينه قولي لنا انت احكي لي افكار خلينا نبلش نتجادل. انا كل ما ازين لك بتبهدليني. لا 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 يا فيي فزيني انت انا خليني على الكبده. وين ما راح ازينه كثير لانه هو مزين حاله بس راح احط بالنص زي عرق نعناع. طلعي ايوه معروف عني قال انا بسيطه كثير بالطبخ. تصدقي هذا الحكي يا فيي بالعكس انت بتعملي لنا وصفات بتشهي. جعبالي ازيد الفلفل وينه الفلفل راح زيدي بس حطيته تحت. شوفي هي داب شايفه طلعوا هيك حلو شكله ولا بتحبي نضيل؟ لا انا هيك حبيته ما بدي ازينه بكثير اشياء. الطاجن حلو يبين ايش الاشياء اللي جواته. مزبوط حبيتيه؟ يلا خلينا نحضر نشوف الطاجن اللي بعده. خلص اوكي هيك بدك تحطي لنا اياه بهذا الطاجن رح نحطه بالفرن ولا لا هيك خلص استوى؟ لا هلا هو تقريبا شبه مستوي. أوكي. يعني احنا بنحطه بالفرن 5 دقائق بس لحتى يرجعوا يتسبكوا مع دبس الرمان ولحتى ياخذوا لون حلو بدي اشغل الفرن من فوق. اوكي رح يعني اشغل الفرن شوي. على حراره 180 على الطابق اللي فوق لحتى بالضبط احمشها شوي. اوكي طيب يعني هيك تمام حطي لنا اياها. اوكي يلا بس رح نضيفه هيك وبعدين بتحطي دبس الرمان. بيقدروا يحركوه معه طيب قبل ما نحطه يعني بالطنجره بتقدر تحطوه باخر بارت يعني خلص بالزبط. قبل ما تسكبوه بالطاجن ويحركوه بالفخاره وبقدروا يحطوه على الوجه زي ما انا اعمل راح اعمل هلا. اوكي شوفي راح اعمل خطوط بهاي الطريقه. يا سلام شوفي شكلها. انت شوفي شكلها قبل ما ندخلها حتى الفرن زدت فلفل انا. ما هو واضح. ممنوع الاقتراب لانه مش مستويين شوي اللي زادتهم فاي بس الفلفل بيقولوا له روحه قصيره يعني ما بياخذ وقت بالفرن صح يعني بتك بسرعه تمام. اوكي هلا بندخلها على الفرن ل5 دقائق وبعدين
نضوي الشواي صح؟ بالضبط، رح اضوي الشواية ورح ارفع شوي لانه قلت لكم ما رح احتاج وقت ابدا فيه. بس بدي احطه لحتى يتحمر، يعني بالفاصل بيكون يتحمر وقدرنا نرجع اياه.